تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء اللي يبعد ماشي، يعني باكر إن شاء الله عندنا الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. طبعا هذا اليوم اللي احنا نترياه وأنا أترياه من الأحد، أبدأ أعد لين يوم الخميس. صبح عليكم بالخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء رحب بالطاقم الموجود معاي في الإخراج، معاي وائل قواسمة صباحك ورد، وفي التنسيق معايا أم خليفة ميرة، صباحك وردي ميرة يعطيكم العافية. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا محمود، إلى الآن في دهاليز أفريقيا في إجازة، نتمنى بس أن يرجع بالسلامة، ما يأكل أسد أو يقرر يخلونا زعيم لقبيلة هناك أو شيء، عنده مقومات الزعامة هو، فيعني إذا ما شفتوه لحد الجاي خلاص قرر يستوي زعيم هناك وما يرجع لصحة وسعادة. فأتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد، وباكر إن شاء الله أتمنى لكم بعد باكر ويكند سعيد، وإن شاء الله تكون أيامكم كلها سعادة. أذكركم بأرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف حاليا على نور دبي على الانستغرام، بس الآيباد مالي ما في وايد شارج، فاحتمال يطفي عليكم بأي وقت، فتخلوا تسلموا علينا وتروحون الأسئلة اللي تبونها على الآيباد على السريع قبل ما يطفي خلص الشارج. انزين، نروح الحين لدراستنا أنتم متعودين عليها كل يوم. دراستنا اليوم شو تقول؟ المصابون بالسكري أكثر عرضة لمضاعفات أمراض الفم والأسنان. نصحت دراسة أمريكية حديثة مرضى السكري بضرورة زيارة أطباء الأسنان بشكل دوري لتلافي الآثار الجانبية للمرض على صحة الأسنان. الدراسة أجراها باحثون بجامعتي نيويورك ونورث كارولينا في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في عدد الأثنين من دورية العلمية اللي اسمها الأمريكان دينتال أسوسيشن. أوضح الباحثون أن دراسات سابقة أظهرت وجود علاقات ثنائية بين مرض السكر وتدهور صحة الفم. أضافوا أن الأشخاص المصابين بمرض السكر يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بأمراض اللثة مثل التهاب اللثة المزمن والتهاب الأنسجة والعظام المحيطة باللثة، كما أكدوا أن أمراض اللثة لها تأثير سلبي على عملية التحكم في جلوكوز الدم التي يمكن أن تسهم في تطور مرض السكر. لتلافي هالأخطار نصح الفريق مرضى السكر بإجراء فحوصات دورية لدى طبيب الأسنان بالتزامن مع العناية الشخصية بالأسنان للحفاظ على صحة الفم. مليون شخص لكشف مدى التزام مرضى السكر بمراجعة أطباء الأسنان، راجع الباحثون بيانات أكثر من مليون شخص، ووجد الباحثون الأشخاص المصابين بداء السكر أعمارهم تزيد عن 21 سنة هم الأقل احتمالا لزيارة طبيب الأسنان، رغم أنهم أكثر الأشخاص حاجة لزيارة عيادات الأسنان. يعني هم سموا دراسة على 2.5 مليون شخص، بس 248 ألف يعني أقل من الربع منهم هم أقل احتمال لزيارة طبيب الأسنان، ما كانوا يزورون طبيب الأسنان. قال قائد فريق البحث الدكتور بيو بجامعة نيويورك أن زيارات عيادات الأسنان المنتظمة توفر فرصة للوقاية والاكتشاف المبكر لعلاج أمراض اللثة، بعد أن التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم من المحتمل أن يسهم في وقف المضاعفات الناجمة عن مرض السكر. من الحالات المسجلة في العالم لمرض السكر، هناك 90% من الحالات المسجلة في العالم مرض السكر واللي هو النوع الثاني اللي هو يظهر أساسا جراء فرط الوزن وقلة النشاط البدني، مع مرور الوقت يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم أن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والعمى والأعصاب والفشل الكلوي. في المقابل تعد الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم وتكون معظمها بين الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أن 422 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض السكر. يعني هالدراسة هي إضافة
للمضاعفات. أنا أتوقع كلنا الحين قمنا نعرفها عن مرض السكر. مرض السكر هو مرض غريب كثير من الناس، وللأسف إحنا في الإمارات عندنا معدل الإصابة فيه جدا عالية، سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني بسبب نمط الحياة الموجود عندنا. فهذه دراسة تضيف لمضاعفات مرض السكر. الناس كلها تعرف عن السكر، يأثر على العيون، يأثر على الكلى، يأثر على القدم، يسوي غرغرينة وغيرها. لكن في جزء مهم من مرض السكر كثير مرضى السكر غافلين عنه، وهي صحة الفم وصحة الأسنان. في وايد من مرضى السكر ما يعرفون أن العناية بمريض السكر، ترى العناية بمريض السكر عبارة عن سلسلة. السلسلة تبتدي بالممرضة اللي هي متخصصة في مرض، اللي يكون لها علم معين بمرض السكر وتملي لكم فورمات معين لما تصير العيادة، الطبيب اللي هو خبير في علاج السكر، المثقف الصحي، خبيرة التغذية، معالجة القدم، خبيرة العناية بالقدم، وعندنا طبيب الأسنان، وأيضا طبيب العيون عشان شبكية العين. هذه كلهم موجودين ضمن سلسلة العلاج الخاصة بمرض السكر. مرض السكر لازم يكون ينظم وقته ويقسم مواعيده بحيث يمر عليهم كلهم. أمراض الشبكية على الأقل مرة في السنة، أمراض فحص القدم على الأقل مرة في السنة، وطبيب الأسنان أنا عن نفسي لا أحس أن مريض السكر لازم يمر عليه مرتين سنويا، كل 6 أشهر تنظيف مرة ويشوف الطبيب مرة أخرى. ليش؟ مرض السكر احنا نتكلم طبعا بالعادة لما نقول ها من مضاعفات السكر، يكون للناس اللي السكر عندهم مش منتظم أو عالي. السكر العالي يعتبر غذاء للبكتيريا، فالبكتيريا في جسمنا تحب لما يكون السكر مرتفع تتغذى عليه، بالتالي تسوينا التهابات في أماكن معينة في جسمنا، واحد منها هي في منطقة الفم. أمراض الفم والأسنان في مرض السكر ترى لها وجهين. السكري نفسه يسبب أمراض الفم والأسنان، التهابات اللثة، تساقط الأسنان، التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان. في نفس الوقت التهاب الفم والأسنان نفسه يرفع لكم السكر. ليش؟ لأن لما يكون في عندنا التهاب في أي منطقة في جسمنا، في الفم، في المفاصل، في أي مكان، هذا يعطي الجسم إنذار أنه في نوع من أنواع التوتر، وأنه لازم يطلع مخزون السكر الموجود عندنا عشان يخلي الجسم نشيط أكثر ويحارب الالتهاب هذا، فيرتفع عندنا معدل السكر أكثر. فتشوفه من جانبين، ارتفاع السكر يسوي لنا أمراض الفم والأسنان، والتهاب الفم والأسنان يزيد لي في نسبة السكر في الدم. عشان شي لما إحنا نقول لمريض السكر لازم تحافظ على معدل السكر عندك. في كثير مرضى للأسف لما يجون العيادة ويكون مريض السكر، أنا أول سؤال أسألهم لما يشكالي من أي مشكلة عنده، أقول له أول سؤال كيف السكر عندك؟ تلاقيهم يضحكون يقول دكتورة شوية يلعب شوية فوق شوية تحت. هم بالنسبة لهم إنه طالما إنه صحته جيدة ما عنده أي أعراض إلا أعراض خفيفة فهذا ما في مشكلة، فمو لازم يكون وايد ملتزم بمحافظة على السكر. يقول لك أنا طول عمري سكر مش منتظم ما استوى فيني شيء. لكن تأثيرات السكر يا جماعة ترى ما تظهر من أول يوم ولا من أول سنة ولا من أول 10 سنين، هي عبارة عن تراكمات. السكر يتراكم شوي شوي عندكم على الأنسجة، على أنسجة العيون، الشبكية، في الكلى، في الكبد، في الأسنان، وتظهر عندكم شوي شوي على مدار السنوات، تكون عندكم أعراض. لكن للأسف مريض السكر لأنه ما يبي يتعايش مع مرض السكر بشكل جيد، فحتى الأعراض اللي تطلع عنده يطنشها. ليش؟ عشان ما يصير العيادة والدكتورة تقول لي سكرك عالي، اكل ولا تاكل ومارس رياضة وخفف الجيمات وخفف الشكر في الشاي. ما يبون يسمعون هالكلام، يقولك أسهل شيء أطنش العرض اللي عندي، وهالعرض يكون بسبب أن السكر عنده مش منتظم وقاعد يحرق له فيه خلايا الجسم. فوجود مرض السكر صار شيء جدا 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 عادي، صار من أمراض المزمنة اللي الناس تعايش معها سنوات، ما صار نفس قبل. تخيلوا قبل سنوات طويلة كان مرض السكر يعتبر مثل عيب في الشخص إنه عنده مرض السكر، ولكن الآن صار شيء جدا عادي. الخدمات ما شاء الله تطورت، الدولة تعطيكم أجهزة لقياس السكر في البيت، قبل ما كان فيها الأشياء، الحين احنا نعطيكم أجهزة، نوفركم عناية بالقدم، فحص الشبكية، خبير التغذية، التثقيف الصحي، كل الخدمات موجودة عندكم في قطاعات الرعاية الصحية الأولية قريبة منكم من بيوتكم. لازم تستفيدوا من هالخدمات، احنا نوفرها لكم. ليش؟ ليش نقول مريض السكر لازم يشوف كل هالسلسلة من العناية، خبير التغذية، تثقيف صحي، عناية بالقدم، شبكية، دكتور؟ ليش احنا نقولكم لازم تشوفون كل هذا؟ هو مو بس ان انا اوظف موظفين زيادة وازيد العيادات، لا،
عشان أكشف مبكرا عن المضاعفات اللي بتيك أنت من مرض السكر. لما أنا أكشف مبكرا معناه تدخل مبكرا. شو يسمى تدخل مبكر؟ أنت تستفيد كمريض، ما توصل لمرحلة أن لا سمح الله تفقد النظر، أو يستوي عندك غرغرينة في القدم، أو تضطر تفقد طرف من أطرافك، أو توصل مرحلة تكون مقعد بسبب مضاعفات مرض السكر. ففكروا فيها من هذه الناحية يا جماعة، أني أنا أطنش العرض اللي أنا عندي، أسوي عمل أني ما أنتبه أنه مثلا عندي تلميل فريولي، أنه في غبشة على عيني ما أشوف بشكل واضح، أنه أطرافي تنمل، أي شيء من هالأعراض أنا ما أنتبه لها أطنشها، على أساس أنه لو طنشها بتختفي. للأسف ما تختفي، ممكن تختفي فترة بس ترجع لنا بعد فترة بشكل مضاعف. فهذه نصيحة للجميع، سواء عندك مرض سكر أو لا لازم تراجع الطبيب. احنا رح نطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل تريو بنكمل فقرات برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا برقم التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. عندنا الحين موضوع جميل ومهم جدا، هو بالنسبة لي الحين هذا الترند في الفترة مع تقلبات الجو والغبار، اللي هو موضوع عن أزمات الربو وتأثرها بتقلبات الطقس. يصرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور يوسف في الديري استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد. صباحك ورد دكتور. صباح الخير، أهلين، شخبارك؟ يا هلا دكتور، أنا ديارة. يا هلا فيك. طبعا دكتور، مع تقلبات الطقس وانتشار الغبار مؤخرا في الدولة، حين مرضى الربو يعانون من نوبات الحادة لهذا المرض، فنبغى نتكلم عن مرض الربو، أسبابه وعوامله وكل الأشياء اللي ممكن تأثر، يعني كيف يتأثر بالطقس. فنتكلم أول شيء شو تعريف الربو وشو أهم أسبابه. تمام. مرض الربو بشكل عام عبارة عن حالة التهابية بالقصبات الهوائية، معظمها بسببها نوع من الحساسية أو التعرض، ممكن تبدأ بسن صغيرة وبعض الناس في السن الكبير تظهر، وعادة تجي بشكل نوبات لها عدة مسببات، أحيانا معروفة المسببات وأحيانا ما هي معروفة. نعم. العوامل الأكثر شهرة لتحفيز المرض دكتور، لحصول المريض على المرض يعني؟ نعم، هي يجل النوبات. تمام. في شيء عامل وراثي، بعض العائلات عندهم استعداد للحساسية، سواء حساسية أنفية أو صدرية أو جلدية. والشيء الثاني هو التعرض للعامل المحسس، ممكن أحيانا يكون شيء معروف، مواد كيماوية، أنواع من النباتات، أنواع من الحيوانات، أحيانا الغبار المنزلي. نعم. معروف سببها. وأحيانا ما هو معروف السبب، وبتفاوت استجابة الإنسان أو نسبة إصابته فيه حسب استعداده هو وحسب البيئة اللي هو فيها. نعم. وبتفاوت أحيانا عند نفس الشخص من موسم لآخر ومن سنة لأخرى، وأحيانا تدخل فيها عوامل التهابية، عوامل نفسية، الوزن، حموضة المعدة، حساسية أنفية، فأحيانا تتداخل مع عدة أمور. ممتاز دكتور. بخصوص العوامل المحفزة للمرض، في كثير من أحيان تلاقي المريض يقول دكتور أنا ما أعرف شو اللي هيجي نوبة الربو بالضبط، فشو اللي ممكن ننصح في المريض عشان يقدر بالضبط يتعرف، وهل هو سهل التعرف على السبب ولا بالعادة يكون في أكثر من سبب مشترك هيجي نوبات الربو؟ تمام. هي عادة أكثر من شيء ممكن هيج نوبات الربو. ممكن عامل محسس شديد معروف، بعض الناس تحسسوا للقطط أو للطيور أو شيء، وأحيانا ما معروف العامل الشديد، لكن عدة عوامل ممكن يتعرضوا لغبار، ممكن لدخان، ممكن يصيبهم التهاب فيروسي مثل الزكام ونزلات البرد ويزيدها، وأحيانا عوامل نفسية ممكن تسببها، وأحيانا الأعراض ما بتكون موجودة مثل ارتجاع الحمض من المعدة إلى المري، ممكن يحصل أثناء النوم والشخص ما يحس بالأعراض، لليوم الثاني يحس بنوبات الربو زادت عنده. ممتاز دكتور. شو الفئات العمرية الأكثر إصابة بمرض الربو؟ هم الأطفال، الكبار، أو ما يفرق، ما في فئات عمرية معينة؟ هي عادة تظهر بالسن الصغيرة عند الأطفال. نعم. والسنوات الأولى بالمراهقين وسنوات 20-30 سنة، لكن في بعض الحالات الأعراض ممكن تحصل لاحقا وإن كان النسبة أقل، فمعظمها في صغار السن من البالغين والأطفال. نعم.
حاليا دكتور في تقلبات الجو كثيره، الجو غبار، فنوبات الربو تزيد وايد في الوقت. فشو الاحتياطات والنصائح اللي ممكن نعطيها للناس لتقليل خطر اصابتهم بهجمات المرض في الموسم؟ هو فعلا يعني عدة دراسات في منطقتنا ومناطق أخرى في العالم تعرضوا للغبار، كان في مع موجات الغبار وموجات الرمل ممكن تزداد هجمات الربو. فالشيء اللي يستطيع الإنسان يعمله، أول شيء يتجنب يخرج للطقس الخارجي اللي فيه الغبار ما استطاع. وإذا مضطر يخرج يستعمل كمامات طبية تغطي الأنف والفم. ما توفرت الكمامات الطبية ممكن يستعمل شيء من القماش، مناديل مرطبة فيها شيء من الماء، ممكن هذا يخفف من التعرض. وبالإضافة في بعض الناس يعني ما شرط تكون بس الربو، ممكن حساسية في العين، حساسية في الجلد من التعرض، فيخفف يعني قدر الإمكان من التعرض لهذه الموجات. بالإضافة عادة موجات الغبار ترافق مع حرارة، فالتجفاف ونقص السوائل ممكن يزيد من الأعراض، ينتبه الإنسان على أنه يأخذ كمية سوائل لا بأس فيها ويراقب بنفسه. مفروض كل مريض ربو عنده خطة علاجية حسب الأعراض، حسب شدة الحالة عند الشخص. بعض الناس عندهم الربو متوسط إلى شديد، فعندهم خطة علاجية من الطبيب المتخصص في الربو، بيعملوا فحص لمقدار جهد التنفسي، أجهزة محمولة في البيت، وإذا نزل عن مستوى معين في له خطة علاجية مفروض يبدأ فيها المريض في البخاخات، إذا ما استجابت يراجع الطبيب، وإذا الحالة أشد يراجع المستشفى. فهذه الأمور يأخذ الإنسان بعين الاعتبار. ممتاز دكتور. طبعا وايد من الإشاعات اللي تطلع عن أدوية مرض الربو إن مريض الربو أدوية السبب إدمان، إذا بدل دواء ما يقدر يهده يعني طول عمره، فيتم معاه لازم كل مكان. فشو مدى صحة هالإشاعات أو الكلام اللي يتناقلون المرضى؟ تمام، هو الدواء حد ذاته ما بيسبب الإدمان، لكن حسب الحالة. إذا الحالة مزمنة محتاج علاج مزمن، مريض اللي معاه ضغط ولا معاه سكري محتاج علاج على طول، إذا الحالة معاه على طول. مرضى الربو بتفاوتوا حسب درجاته، منهم حالاتهم خفيفة يجيهم هجمة مرة بالسنة مرتين بالسنة، بحتاجوا بس علاجات إنقاذية في لحظة حصول النوبة. وبعضهم أعراضهم مستمرة بتحصل بالشهر مرة مرتين، ومنهم في الأسبوع مرة مرتين. فحسب شدة الحالة بحتاج الشخص إلى أدوية. الدواء نفسه ما هو سبب الإدمان، لكن دواء بحتاجه حسب شدة الحالة. نعم، معانا مداخلة من بسلطان. صباحك ورد يا بسلطان. بسلطان صبحت الله بالخير دكتورة ندى، ايش حالك؟ هلا صباحك ورد. هلا هلا، علومك اساس طيبه. خير الله يسلمك اخوي، تفضل. صبح عليك بالخير ونصبح على وائل القواسم وعلى مصيبه وعلى جميع المستمعين والمتابعين، ونصبح بالخير على الدكتور، ويا مرحبا بكم. سلام، حياك الله. يا مرحبا. سلام دكتور نعم. طال عمرك عندنا سؤال بالنسبة لموضوع الربو. نعم، هذا موضوع الربو. أنا عندي واحد من ربع الله يشفيه في دوم في نزلات ربو أو نوبات ربو كذي دون سابق أنذار يعني. هو يدخن يشيش صراحة يعني. نعم، هذا السؤال الأول. هل طبعا الشيشة ضاعف هذا الأمر؟ هذا واحد. اثنين، ظهرت ما شاء الله ناس وايدين على طار المثل المعروف الشعبي اللي يقول لك اربط صبعك 100 واحد يفلك دواء، أو بما معنى المثل يعني. لكن طال عمرك الحين البعض يقول أن في أدوية محددة تلغي الربو نهائيا، يعني نهائيا أدوية طبعا شعبية تقريبا بعضها يعني، ويقولك عن تجارب ويقولك. فأنا هذا سؤال للدكتور، هل فعلا هناك في أدوية شعبية أو حتى خلنا نقول شعبية، الكيماوية معروف، لكن هل هناك فعلا أدوية شعبية تلغي الربو نهائيا وللأبد؟ ومشكورين، جزاكم الله خير. شكرا لك بسلطان، شكرا لك. تسمع الإجابة إن شاء الله. تفضل دكتور. تمام، فإذا عندنا شقين للسؤال. الأول علاقة التدخين وبالذات الشيشة مع مرض الربو. نعم. طبعا أي تعرض للتدخين حيزيد مريض الربو، هذا حتما. نعم، يعني شيء لابد منه مريض الربو، مو بس ما يدخن، ما يجلس مع حد يدخن. التدخين الثانوي مضر لمريض الربو أكثر من الشخص العادي. صحيح. فهذا لابد أن يعني مسألة التدخين هذه نهائي ينتهي عنها. حتى مسألة السجائر الإلكترونية أو أي شيء تعرض فيه دخان، فيه مخرشات، ممكن تزيد في الربو. صحيح. هذا بالنسبة للشق الأول. بالنسبة للشق الثاني، الأدوية الشعبية اللي ممكن تلغي الربو نهائيا، ما في أي دراسات عنها. والحالات الفردية اللي ممكن نذكرها بعض الأشخاص، هذه لا تعتبر وقائع علمية. لو شخص استعمل الخلطة الفلانية
صينية تايوانية أو عربية أو كذا وراح عنه الرب وكذا، هذا نعم. يعتبر مثبت علميا إلى أن يتم دراستها في عدة أشخاص ويتم فعلها. بعض الخلطات ما هي مضرة، ممكن ما تنفع لكن ما تضر، وبعضها مضر. فالإنسان نعم. بده ينتبه إذا يستعمل العلاج التكميلي بالإضافة للعلاج، إنه الشخص اللي يعطيه هذه الوصفة عنده خبرة طبية أو بالاستشارة مع الطبيب. إنه في بعض الأشخاص بيستعمل الوصفات العشبية أو التقليدية أو الغير معروف تركيبها، وبترك العلاج المعروف وبيؤدي لتدهور الحالة. فمثبتا ما في، وإذا الإنسان مقتنع بهذه الأمور الأفضل يجيب الخلطة بتفاصيلها ويناقشها مع الطبيب المشرف على حالته ويقرر هل ممكن إنه يجربها أو لا. وفي بعد مرضى دكتور لما يأخذون الأدوية العشبية هاي تصيدهم إن ردة فعل تحسسية من الخلطة العشبية نفسها، لأنهم ما يعرفون شو مكوناتها، فتهيج لهم الربو أكثر ما تعالجها طبعا. أكيد أكيد. وبعض العشبات اللي بيستعملوها يعني حسب تركيبه ما معروف تركيبه، ومنه تركيبات سامة ممكن أحيانا فيها مواد مفعولها القصير بينفع نعم. على المدى الطويل بيضر، فنحن عادة ما بننصح فيها. لكن بعض الناس مقتنعين جدا جدا لابد أجرب الخلطة الفلانية، فعلى الأقل لابد من عرضها على الطبيب المعالج حتى يتأكد على الأقل ما يكون فيها ضرر. إذا في مادة معروف ضررها أو مادة مجهولة الأفضل نعم. ما يستعملها. صحيح. دكتور عندنا سؤال على الانستغرام يقول أنا عندي التهاب مزمن للشعب الهوائية والكحة على طول، دائما يكون عنده كحة ظهر وبلغم، فشو ممكن تكون أسبابه؟ تمام. أول شيء بينظر الإنسان للأسباب، يعني إذا كان التدخين هو كتير شائع هذا التدخين، يقول أدخن شيشة هذا يعني رقم واحد. المواد الداخلة في التدخين من النيكوتين والمنتجات التبغ والقطران وهذه الأمور تعتبر مخرشات تسبب التهاب مزمن في القصبات الهوائية. صحيح. فلابد الإنسان يعني عنده نار محترقة، لازم الإنسان يزيل البنزين مع النار قبل ما يطفيه. هذا أول شيء. ثاني شيء يراجع مع الطبيب. في بعض الحالات الكحة مع التدخين أو بدون تدخين بتكون أحد أعراض الربو، ممكن يحتاج علاج للربو، أو ممكن يكون أسباب الكحة حساسية في الجيوب الأنفية أو حموضة من المعدة. صحيح. لها أسباب أخرى، فالأفضل يراجع مع طبيب ويشوف إيش هو السبب يحاول يعالجه. ممتاز. دكتور على السريع نذكر الخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد لمرضى الربو. تمام. من ناحية التشخيصية مختبر متكامل لفحص وظائف الربو، وهذا شيء يعني من المختبرات القياسية جدا، مع وجود عيادة تخصصية للحالات الربوية بجميع أشكالها سواء الخفيفة والمتوسطة والشديدة، مع توفر العلاجات البيولوجية هي من أحدث الأنواع للحالات الشديدة جدا، ومتوفرة علاجات تداخلية وتشخيصية متكاملة. فمن تقريبا من أرقى العيادات الربو لأن نشتغل فيها يعني في طول عمري سواء في أمريكا أو في هنا. ممتاز. شكرا لك دكتور يوسف الديري استشاري أمراض الصدرية بمستشفى راشد، مداخلتك الجميلة عن مرض الربو، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، وإن شاء الله نلاقيك المرة الجاية إن شاء الله في الاستوديو صحة وسعادة. آمين آمين. شكرا لك. شكرا لك. نهارك سعيد. شكرا. وائل تعطيني دقيقة ولا بس دقيقة؟ يقول لك بالعكس التدخين خفف الكحة. التدخين خفف الكحة. صباح الخير دكتورة، صح كلام الدكتور، حساسية دائمة في الجيوب. نعم يكون في حساسية دائمة في الجيوب فتسوي دائما كحة وبلغم، لأن البلغم ينزل عندكم من خلف الأنف، ينزل على الخلف القصبة الهوائية ويتجمع عندنا على الصدر، فبالتالي دائما يكون عندنا كحة. صوت الدكتور مو بواضح، سامحوني لأن الآيباد ما في تشارج فمضطر أحط الواير. حين نطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع جدا جدا مهم وهو عن تجهيزات مريض السكري قبل رمضان، فإن شاء الله نطلع فاصل نرجع لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ذكركم أرقام التواصل على 600-5514-14 والرسائل النصية على 4006، ومو موجودين على الرتبي حاليا، بس تواصلوا معنا عن طريق الرسائل. عندنا الحين موضوع مهم جدا وهو عن سكر الأطفال وكيف نجهز من رمضان وشو أسباب السكر في الأطفال وغيرها. معانا في الاستوديو دكتورة أسماء جاسم استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر لدى الأطفال. صباحك ورد يا دكتورة أسماء. صباح النور. صباح النور. نورتي الاستوديو عندنا. الله يخليكم.
أول شيء نتكلم عن سكر الأطفال. نعم. شو سبب السكر عند الأطفال؟ وشو أعراضه عند الأطفال؟ يعني كثير من الأمهات يجون العيادة يقول تكرمين ولدي وادي بول، دكتورة سوي له فحص، أنا شاك ممكن يكون عنده سكر، فشو الأعراض وشو الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لسكر الأطفال، يعني احنا بصفة عامة لما نتكلم نقول مرض السكر، احنا عارفين ان بصفة عامة في نوعين من السكر، النوع الأول والنوع الثاني. دائما باختصار أقول النوع الأول يعني ان في نقص إنسولين، والنوع الثاني مثلا في مقاومة للإنسولين. طبعا اللي يصيب الأطفال اللي هو النوع الأول اللي هو نقص الإنسولين. نعم. فاحنا لما نقول شو السبب اللي مؤدي إلى هذا الشيء عالميا، أو يعني ما في سبب مباشر، لكن في عدة عوامل تؤدي إلى الإصابة. نعم. منها عوامل نقول استعداد وراثي، مش مرض وراثي، استعداد وراثي، عوامل بيئية وعوامل مناعية. نعم. طبعا العوامل المناعية هي أقوى العوامل اللي تؤدي إلى الإصابة بالنوع الأول، لأن المرض سكر النوع الأول هو مرض من أنواع المناعة الذاتية. نعم. بس عشان نقول شو المناعة الذاتية، المناعة الذاتية أن إحنا عندنا في جسمنا الجهاز المناعي اللي وظيفته أنه لما يقاوم البكتيريا والفيروسات، طبعا لأسباب معينة ما يعني ما حد يعرفها، الجسم نفسه يبدأ يهاجم أجزاء من الجسم، يعني أجزاء من جسم الإنسان. فمثلا نعم. تبدأ الجهاز المناعي يهاجم الخلايا اللي تفرز الإنسولين اللي في جسم الإنسان، فبالتالي الخلايا هاي تضمر، ولما تضمر هذه الخلايا ويقل إفراز الإنسولين لين ما ينعدم تطلع أعراض مرض السكر. مرض السكر الأعراض اللي يصاب فيها الطفل اللي هي طبعا كلها ناتجة عن زيادة نسبة السكر في الدم. يبدأ الطفل يتبول بكميات كبيرة. نعم. يعني مش عدد مرات فقط، كثير، لازم ننتبه، لأن الأم تقول إنه يتبول وايد، فأنت تسألين يتبول وايد فقط انه يروح يجي على الحمام ويد، ولا بعد الكميات كبيره؟ فيعني هاي نقطه مهمه طبعا. نعم. لان ممكن يكون يتبول وايد يكون عنده التهاب، بس تكون قطرات من البول، فهذا صحيح. عاده انها، لكن انه يتبول مرات كثيره وكميات كبيره. نعم. شيء الثاني ان الطفل اللي عاده بعد ما يكون نشف تماما يبدا يتبول، وتبول الليل، وهذا يعني يكون الاهل وايد مستغربين منه انه كان بخير، شو اللي صار فيه؟ نعم. طبعا الانسان اللي يتبول وايد يعطش وايد، فيبدا يشرب كميات كبيره من الماء. العرض الثالث اللي ممكن يحس في ان نقصان في الوزن. ليش؟ لان السكر هو مصدر الغذاء الرئيسي في الجسم، فهو مصدر الطاقه او البترول. طبعا لما السكر يكون موجود في الدم، لازم اساس الجسم يستفيد منه لازم يدخل الخليه. صحيح. والمفتاح هو الانسولين. لما ما يكون في انسولين السكر يتركز في الدم، الجسم ما يستفيد منه ويطرحه في البول، فيصير في التبول الكثير. طيب احنا شو مصدر الطاقه البديل لما ما في سكر؟ يبدا الجسم يكسر الدهون المخزونة في الجسم، فتتكسر الدهون يؤدي إلى فقدان الوزن. فهذه الأعراض اللي يطلع فيها الطفل إنه يتبول وايد، يشرب ماء وايد، وزنه. نعم. بدأ يخف وخمول. نعم. دكتورة، الحين لما نتكلم عن الطفل والأعراض أعراضه وقلنا أسبابه، الحين نعم. لما بيجي رمضان، نعم. هل نظام الطفل المريض السكر في رمضان يختلف عما قبل رمضان؟ وكيف ممكن أجهزه لدخول رمضان؟ يمكن أم هاي أول سنة يدخل عليها مثلا رمضان وعندها طفل عندها سكر. نعم. طبعا يعني دائما يعني حتى دينيا وإسلاميا أول شيء سلامة الشخص هو أهم شيء. صحيح. دائما مرض السكر بالذات السكر النوع الأول كان مصنف عالميا ضد الهاي ريسك أو الكاتيجوري العالي اللي هي مفروض أنهم ما يصومون في رمضان. نعم. وهذا لأن سبب أن المريض النوع الأول يعتمد اعتماد تام على الإنسولين، وأهم يعني من المضاعفات الرئيسية للإنسولين أو المضاعف الرئيسي اللي هو هبوط السكر. هبوط السكر. صحيح. فبالتالي إن اللي كان الأشخاص هذول يصابون بهبوطات متكررة، وطبعا هذه لها يعني توابعها الخطيرة على الجسم، فكانوا يمنعون من الصيام. لكن بحدوث أنواع وجود أنواع جديدة من الإنسولين اللي تشتغل فقط في أوقات معينة، أو إن يكون لها الأثر الكبير والماكسيمم أفكت في وقت معين، صرنا نقدر نتفادى هذه الهبوطات. ممتاز. وبعدين مع التثقيف، فبالتالي الأطفال اللي يحبون يصومون في رمضان يعني مثلا، أو اللي هم مثلا اللي يعني مفروض أنهم يعني البالغين المفروض يصومون في رمضان، شو اللي مفروض أن يسوون؟ أول شيء المتابعة مع الطبيب. المريض اللي عنده كنترول جيد بيكون عنده أمان أنه يصوم. نعم. هذه أول نقطة، أنه لازم يكون الكنترول جيد. طبعا إحنا المتشخصين جديد، الأطفال مثلا اللي عمرهم مثلا 11-12 سنة وشو ما كانوا، اللي متشخصين جديد ما نفضل لهم يصومون، لأنهم بعدهم ما تع...
تعودوا شوي على طريقة النظام، بس اللي صار لهم مثلا يعني تقريبا سنة أو ما فوقهم إنهم وحابين إنهم يصومون وما نعم. عندهم أي مشاكل صحية، أول شيء إن تكون الكنترول جيد، الكنترول جيد إن السكر التراكمي جيد عندهم، إنهم يتابعون في العيادة، إنهم يعرفون نوعيات الأكل اللي يأكلونها ويعرفون يحسبون الكربوهيدرات، لأن بالضبط. الإنسولين الحين خلاص ما في إن هي جرعة ثابتة للإنسولين، ما في شيء اسمه هالكلام، الجرعة تعتمد على الإنسان وشو اللي يأكله. صحيح. فتعرف تحسب أنت كمية الكربوهيدرات، إحنا نعطيك الوصفة العلاجية إن أنت لكل جرام معين الكربوهيدرات تأخذ هذا هاي الجرعة، تقدر تحسب، تقدر تعطي الإنسولين على هذا الأساس. فإحنا شو نسوي في المرضى اللي حابين مثلا إنهم يصومون في رمضان؟ تقريبا الشهر قبل رمضان أو شهر ونص قبل نراجع أرقامهم، نراجع الكنترول عندهم، نتأكد أن في الفترة الأخيرة بالذات أن الفترة الثلاث شهور الأخيرة قبل رمضان ما دخلوا المستشفى سبب ارتفاعات للسكر ولا انخفاضات للسكر، والكنترول كان مالهم جيد. نبدأ أن نسمع أخصائي التغذية والتثقيف، نفهمهم أن خلال فترة الصيام أن مثلا جرعة الإنسولين اللي يأخذها، مثلا الإنسولين عادة اللي يأخذون هذا الأطفال نوعين من الإنسولين، طويل الأمد وقصير الأمد. طويل الأمد اللي يحميهم ما بين الوجبات، فنفضل أن هذا الطفل أنه يأخذه على وجبة الإفطار. نعم. أوكي؟ وقصير الأمد اللي يأخذه على الوجبات، فيأخذ جرعة على الفطور وجرعة على السحور، وإذا كان في وجبة ما بين الفطور والسحور. طيب كيف بالنسبة هالجرعات، هل تظل نفس الشيء أو تقل؟ نفضل في البداية أن جرعة الإنسولين اللي هي طويل الأمد ممكن نقللها بنسبة 20%. نعم. أوكي؟ والطفل خلال هذا، وبالنسبة للقصير الأمد لا، يأخذها اللي هي على حسب الوجبة، يحسب الكربوهيدرات ويأخذ على أساس الإنسولين. نعم. طيب شو اللي ممكن يسوي خلال فترة النهار؟ طبعا خلال فترة النهار احنا نحب يعني نحب انه يشيك السكر اكثر من والنهار مرة، والنهار طويل بعد 15 ساعة. نعم. يكون في صيام. نعم. فيشيك السكر اكثر من مرة، او يعني على الاقل كل 3-4 ساعات، وخاصة اكثر في الفترة اللي هي قبل الافطار. نعم. طيب في اي وقت كان في السكر نزل تحت المستوى الطبيعي يفطر، حتى لو كان دقائق قبل الأذان، لأن سلامته أهم شيء. حتى لو ما عنده أعراض؟ حتى لو ما عنده أعراض، حتى لو ما عنده أعراض. الحين عادة إنه بيصير في أعراض لما في نزول السكر، سبحان الله، لأن مثل ما قلنا إن السكر هو الغذاء الرئيسي للجسم، فلما صحيح. ينزل السكر في الجسم تبدأ في أعراض، وكل مريض يمكن أعراضه تختلف على الثاني، بس هو يعرفها. نعم. فإحنا بعد يعني أساسا نكون في السليم، إحنا مو يعني مش فقط تعتمد على الأعراض، الأعراض بالإضافة إلى القراءات السكر، فأي كان منهم يعني القراءات كانت نازلة أو الأعراض موجودة. نعم. نقولهم تشيكوا، وإذا حتى دقائق قبل الإفطار السكر نازل افطر. نعم. لأن سلامتك أهم شيء. بالضبط. ونفس الشيء إن نحاول إن مثلا إذا في أي رياضة أو شيء إن ما نخليه يلعب في فترة النهار، عساس إن نحمي من الهبوطات السكر، نأجل هذا الشيء إلى ساعتين بعد الإفطار إذا هو حاب يسويها. ممتاز. بالنسبة الحين مثل ما ذكرتي في أعراض هبوط وفي أعراض زيادة السكر، شو الأعراض اللي تكون موجودة، وهل تختلف عند الأطفال عن الكبار؟ هي يختلف ولا نفس الأعراض تكون عند الأعمار هاي؟ الأعراض هبوط السكر طبعا مثلا نتكلم مثلا هبوط السكر، أعراض هبوط السكر لها يعني علاقة مثلا أعراض عصبية وأعراض لها علاقة بالجهاز السمبثاوي، يعني مثلا شو يبدأ يحس في خفقان في القلب، يبدأ يحس في إنه في تعرق. نعم. إنه في مثلا دوخ، ممكن آلام في البطن، هاي الأعراض تكون موجودة عند الكبار وعند الصغار. بس الحين يعني في أطفال مثلا يقول أنا بس أحس بدوخة، في حد يقول أنا بس أحس أن مثلا قلبي يدق وايد أو أن بطني، فتختلف من شخص لشخص، بصفة عامة هي هذه الأعراض، وهي نفسها نقص السكر تكون موجودة في الصغار وفي الكبار. لكن الأهمية شيء إحنا أحب أني أنبه له، لازم الإنسان يكون يحافظ على مستوى السكر طبيعي لفترات طويلة عشان يحس فيها الأعراض. شو اللي يصير إنه واحدة من مضاعفات السكر على المدى البعيد اللي هي عدم الإحساس بالهبوط، وهذا شيء جدا خطر. إحنا نسميه علميا مثلا هايبوغليسيمي أن أويرنس، إنه ما يكون عنده معلومة. طبعا الأشخاص اللي مصابين هذا الشيء مفروض أنهم حتى ما يصومون، لأن هني ممكن ينزل عندهم السكر من غير ما يحسون. صحيح. فهذيل أصلا يعني تماما يعني صيامهم جدا خطر. هذه عادة تصير في الكبار اللي هم صار عندهم مدة طويلة، مثل ما حضرتك تكلمتي في بداية البرنامج إن مشاكل السكر ما تطلع بين يوم وليلة. صحيح. هي تراكمات على المدى الطويل. فالناس اللي يكون مصابين بهذا الشيء يعني نتيجة عدم كنترول سكر لفتة طويلة ويصابون فيها، فهذيل أصلا مفروض أنهم ما يصومون. فمثل صحيح. ما قلنا الأعراض تكون موجودة في الكبار والصغار، بس تختلف على اختلاف الشخص.
بالضبط. وانا ذكرت دكتورة أسماء في البداية ان chain of care او مجموعة نعم. العناية لمرض السكر نعم. هل في الأطفال في شيء زيادة بس تقولين منهم الطاقم او الفريق اللي مفروض مريض السكر سواء كان الأطفال طبعا نعم. مفروض يمر عليهم ويتابع عندهم بشكل دوري؟ نعم طبعا العيادة السكر المتكاملة المفروض حتى في الأطفال تتألف من طبيب السكر أخصائية تثقيف السكر عند الأطفال، أخصائية تغذية السكر عند الأطفال، والأخصائي النفسي. أخصائي نفسي نعم نعم الأخصائي نعم. النفسي لأن يعني أول شيء أن أي مرض مزمن نفسية الإنسان تتأثر على المدى، يعني كثير من العائلات اللي احنا نشوفها أو حتى سواء هني أو سواء خلال يعني دراستي برا الأهل ساعات هم اللي نفسهم يتعبون يعني من كثر ما هم يحتاج المرض يحتاج تركيز ويحتاج متابعة، أحيانا أن الأهل نفسهم يحتاجون أن في حد يساعدهم، أحيانا كثيرة يكون الطفل مثلا يكبر الكنترول عنده أوكي وفجأة تلاقين الكنترول عنده ساء لأنه خلاص مل مثلا صحيح. فوجود الأخصائي النفسي جدا مهم في الفريق العلاجي وإحنا يعني في خطتنا يعني الحالية واللي حنتبع إحنا المريض من يوم ما يتشخص إن نخلي يعني واحدة من الأعضاء اللي مثل ما يتعرف على المثقف الصحي والأخصائي التغذية والطبيب والفريق المعالج يتعرف بعد على الأخصائية النفسية حتى لو ما كان فيه لأن أول شيء صدمة التشخيص في البداية بالضبط. هاي نفسها تكون صدمة كبيرة فتخلي يعني وجود الأخصائي النفسي موجود من البداية يخلي المريض والأهل حاسين إنه هو ضمن رعاية كاملة وعلق المرة في السنة أو مرتين في السنة إنه يشوف الأخصائي النفسي يشوف في أي مشاكل معينة وطبعا لما إذا كانت في مشاكل معينة أو مشاكل يمكن كثيرة ممكن حتى يكون المتابعة مع الأخصائي بصفة أسبوعية صحيح. دكتورة أسماء الحين لما نشخص إحنا السكري في الشخص العود تفهمينه تقولينه أنت عندك الإنسولين مو بشغال بنكرياس مو بشغال تشرحينه في الأطفال مع الأعمار الصغيرة مثلا شو أصغر أعمار تشخصوا فيها مثلا السكر؟ طبعا السكر يعني ممكن يكون في الإنسان موجود من عنده من بعد الولادة نعم. بس لما نتكلم عن النوع الأول النوع الأول عادة الأطفال اللي يصابون فيه تقريبا يمكن نقول بعد عمر السنة الحين الأشخاص اللي مثلا الأطفال اللي إذا تشخص بالسكر تحت العمر السنة لازم نفكر إن هذا هل عامل يعني جينيتك نوع وراثي نعم. لأن مثل ما قلت أنا النوع الأول من السكر نوع مش وراثي لكن عندهم استعداد وراثي بالضبط. المرض الوراثي يعني مرض أو جين حامل الأم أو الأبو ينقله للطفل فالطفل يا يصير حامل للمرض يا مصاب هذا يسمونه مرض وراثي استعداد وراثي يعني عندنا الجينات اللي تخلينا أكثر احتمالية أن نصاب بالمرض بس مش معناته راح نصاب بالمرض بالضبط. بس أوكي فالأطفال يعني ممكن إحنا أحيانا نتينا مثلا مكالمات أو مثلا تحويلات من العناية الأطفال الخدج إن في السكر الطفل عالي أو البيبي المولود ها نوع خاص من السكر نوع مختلف تماما نعم. بس النوع الأول عادة الأطفال اللي يصابون فيه أطفال اللي هم عادة إحنا نقول في two peaks أو في أكثر فترتين الفترة ما قبل المدرسة والفترة اللي هي قريب مرحلة البلوغ هذا نعم. الأكثر أطفال بس طبعا يعني ممكن يعني يصاب على عمر 6-8 في أي عمر فهل العمر الصغير ما قبل المدرسة يعني نقول نعم. عمره 3 سنوات 4 سنوات كيف يتم نقل الخبر للطفل يعني احنا بالعاده لو امهات تقول لها ما يعني الحين امهات الطفل الطبيعي نقول له علمي هالشيء وعلمي هالشيء تقول لا ياهل ما يفهم ولكن طفل يكتشف عنده سكر كيف يتم توصيل المعلومه لان عندك سكر لازم تحافظ في اكلك وما تاكل شيء وتسوي شيء وفي ادويه مفروض تاخذها خصوصا الانسولين يعني عباره عن حقن راح ياخذها نعم بالنسبه للاكل وكذي فاول شيء خلينا نقول ان الاطفال هم موجودين يعني الله خلقهم عشان ينمون فما في شيء اسمه اكل سكر هذا أول شيء إحنا دائما نخبر إنه ما في شيء اسمه أكل سكر الطفل اللي عنده سكر والطفل اللي ما عنده سكر هذا الطفل مفروض يأكل نفس الأكل اللي يأخذ الشخص الآخر نعم. اللي دائما نقول له مثلا اللي زين لي زين للطفل وزين لكل حد في الطفل فما في شيء اسمه أكل معين ينطبخ للطفل هذا في البيت لا ممتاز هذا أول شيء فمفروض إنه يكون لأن إحنا ما ياسين نتكلم عن خطة علاجية لشهر إحنا ياسين نتكلم شيء على مدى الحياة فمبدأ الممنوع لا المفروض يأخذ نفس السعرات الحرارية أو نفس المكونات الغذائية أي طفل في عمره يقدر يأخذها ممتاز. فهذا الشيء لازم يأخذ بروتينات وكربوهيدرات ودهون مثل أي طفل ثاني أوكي. الحين اللي دائما احنا نقول لهم إياه أن دائما السكريات اللي هي سريعة المفعول اللي مفروض احنا نخفف منها حتى الأشخاص السليمين فهو نفس الشيء هذا اللي نتبعه وياه الحين الطفل الصغير أول ما يبدأ يفهم يوم نعلمه كيف مثلا أنه يأخذ الإنسولين أو يأخذ هذا صراحة ما نشوف في أي مقاومة من الطفل يعني يمكن المقاومة حتى تكون يعني سبحان الله تكون من الأهل أكثر من الطفل نعم
يعني أنا نادر ما حتى إييني طفل يقول لي إن الإبرة ممكن تألمني. اللي ممكن يألمهم أكثر اللي هو الوخز السكر، وخز الفحص يمكن ساعات يألمهم. نعم. بس طبعا مع وجود التقنيات الحديثة حتى هذه الآلام أو كمية الألم صارت جدا جدا بسيطة. والشيء ثاني عن طريق الألعاب، الألعاب لما الواحد يعلمهم ويراويهم الفيديوهات اللي كل واحد وعمره يبدؤون يتقبلون هذا الشيء. والاختلاط مع الأطفال اللي في أعمارهم، لما الواحد يشوف أطفال غيره في نفس الشيء وعوائل في نفس الشيء، هذه بعد تساعد يعني مثلا طبيا وتساعدهم حتى نفسيا انهم يتأقلمون مع المرض. ممتاز. دكتورة أسماء، الحين في رمضان المريض السكر، الأم اللي عندها طفل عندها سكر، نعم. قبل كم لازم مثلا تاخذ موعد عند دكتور السكر وتصير وتناقشه مثلا بكيفية تجهيز طفلها لرمضان؟ قبل كم شهر؟ احنا عادة المريض عادة اذا كانت الامور دائما يعني تماما، احنا كل 3 شهور نشوفهم. نعم. طبعا اللي عندهم كنترول سيء اقرب، ممكن كل شهرين، ممكن صح. كل شهر، لكن الكنترول جيد هذا يعني عالميا انترناشنال لازم كل 3 شهور ينشافون، يعمل لهم السكر التراكبي ونشوف هذا كله. فتقريبا على الأقل يعني 3 شهور قبل الموعد يعني هذا. وإذا حاب إنه يصوم وكذي بعدين إحنا نزقرهم حتى قبل الموعد اللي هو تقريبا مثل ما قلنا من 4 إلى 6 أسابيع، بس نراجع معاهم القراءات ونراجع معاهم نشوفهم هل هم التعليمات اللي نعطيهم التعليمات أو كيف ينزلون مستوى الأنسولين، ونشوف إذا عندهم أي أسئلة ولا لا. وبالإضافة إلى هذا حتى لما يبدؤون فترة الصيام إنهم ممكن يقدرون يتواصلون مع الفريق العلاجي. ممتاز. دكتور بس على السريع تعطيني الخدمات اللي تقدمونها في قسم أمراض الغدد الصماء في المستشفى لمرضى السكر. طبعا مثل ما قلت في البداية إن إحنا مثلا عندنا فريق متكامل موجود من الـ يعني الـ الـ الأطباء، الأخصائيين تثقيف السكر، والإضافة إلى الأخصائيين التغذية والأخصائيين النفسية. طبعا إحنا يعني في المستشفى نشوف كل حالات السكر في الأطفال، سواء حتى كانت النوع الأول النوع الثاني. الأطفال اللي حتى يعني اللي يستخدمون التقنيات الحديثة في علاج السكر، اللي هم يستخدمون المجستات أو يستخدمون مضخات الإنسولين، هاي كلها موجودة ونتابعهم عنا في العيادة ونسوي لهم يعني مو حتى نبديلهم، يعني عنا البرنامج الكامل اللي كيف نبديلهم على هذه الأشياء وكيف نتابع حالات عندهم لما يكونون على المضخات أو على مجستات السكر. السكر. ممتاز. شاكرة لك دكتورة أسماء جاسم، استشارة أمراض الغدد الصماء والسكر لدى الأطفال، وشكرا لك وجودك معنا اليوم. موضوع صراحة شيق جدا عن سكر الأطفال، وإن شاء الله أتمنى السلامة لجميع الأطفال، وإن شاء الله أكيد نستقبلك مرة ثانية يا قبل رمضان يا في رمضان عشان ناخذ معلومات زيادة إن شاء الله. شكرا جزيلا على الاستضافة وحياكم الله. شكرا لك. سؤال على السريع، قلنا دكتورة عندنا أدوية صلاحيتها منتهية، ممكن نعرف وين نوديها أو نسلمها لأي جهة؟ أقترح وضع الصناديق في كل العيادات الخاصة والمحلية لوضع الأدوية المنتهية صلاحيتها لتعاد تدويرها. في عندنا مبادرة في هيئة الصحة بدبي، الدواء سلامة، مو متذكر اسم المبادرة بالضبط، الأدوية ممكن تودونها للصيدليات التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية أو المستشفيات وتقولون لهم هاي منتهية صلاحيتها، يسوون لها إعادة تدوير. وحتى الأدوية اللي للحين فيها صلاحية، مثلا الطبيب غير لكم الدواء أو زايد عن حاجاتكم، تودونها للصيدليات، هاي عندنا تعاون مع المؤسسات الخيرية يودون الناس المحتاجة، فلا تفرون الأدوية، ممنوع ينفر أي دواء تكرمون في الزبالة أو تتخلصونها بطريقتكم الخاصة، ودوها الصيدليات إحنا نتعامل معها. إحنا وصلنا للختام برنامج اليوم، حابة أشكر المخرج وائل قواسمة وفي التنسيق مع أميرة، يعطيكم ألف عافية. وهذه كان محدثتكم دكتورة ندى الملا، إلى أن ألقاكم في الغد يوم الخميس الونيس، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.